بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، قال: وإذا فعل بالبناء للمفعول، وفي نسخة للمتن وإذا فعله أي المأمور، والضمير المنصوب في هذه النسخة يعود للمأمور به، وإذا فعل المأمور المأمور به. وهذه المسألة مترجمة في أكثر كتب الفن بأن الإجزاء أو بأن الامتثال يقتضي الإجزاء، أو أن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به. أما النسخة التي معنا وإذا فعل، وإذا فعل ببنائه للمفعول، والضمير هنا المجرور ببناء فعل للمفعول، يعود إلى فعل ببناء فعل، وفعل في هذا الضمير، وفعل في هذا الضمير المراد بها اللفظ، ولذلك أضافه، لأنه قال ببناء فعل يعني لفظ فعل، ولذلك جاز إضافته، لأن الكلمة تطلق ويراد بها معناها وتطلق ويراد بها لفظها، فهنا أطلقت وأريد بها لفظها. يقول لك مثلا: من حرف جر، ده مراد بها ايه؟ من، يعني لفظة من حرف من حروف الجر، فهذه اللفظة حرف من حروف الجر. ببنائه أي فعل للمفعول، يعني لما لم يسمى فاعله، وبعضهم يقول لك لبنائه للمفعول، وبعضهم يقول لك مبني للمجهول أي المجهول الفاعل، وإن كان مجهولا في السياق إلا أنه قد يكون معلوم في الحقيقة، فيقول لك مجهول يعني مجهول فين؟ مجهول يعني غير ظاهر في العبارة، لكن قد يكون هذا المجهول معلوم عندي. قال الطالب كذا وكذا، فأقول لك قيل كذا وكذا، فأنا أجهل في العبارة وإن كان الواقع ونفس الأمر معلوما لدى القائل. وإذا فعل ببنائه للمفعول أي إبل لفعل، قال المأمور به، فعل المأمور به، هنا أراد أن يقدر نائب الفاعل، لأن واحد بيقول له وإذا فعل يخرج، ده الضمير عائد لمين؟ قال له هو، هو ده مين؟ قال له المأمور به، وحذف نائب الفاعل هنا للعلم به. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، إيه هو اللي فعل؟ اللي هو الفعل، اللي هو المأمور به، اللي هو المطالب بفعله، أي المأمور به. يبقى المأمور بدي معناها ايه؟ انها نائب فاعل محذوف للعلم به. بأن، الباء هنا للتصوير، والمراد تصوير صورة المسألة. بأن فعله المأمور
على الوجه المأمور به بأن فعله. ضمير فعله رجع لفين؟ ها؟ المأمور به، يعني فعل المأمور المأمور به. بأن فعله المأمور على الوجه المأمور به، يعني أتى به كما أمر. أمر بإيقاع صلاة المغرب بعد غروب الشمس، فصلى صلاة المغرب كما أمر بها. ما الذي يترتب على هذا؟ قالوا يخرج المأمور اللي هو الشخص عن العهدة، عهدة العهدة الأمر. يعني إيه عهدة الأمر؟ يعني التعلق، يعني إذا فعل هذا فإن المأمور يخرج عن تعلق الأمر. يعني إيه عن العهدة؟ عهدة الأمر اللي هي إيه؟ قالوا عهدة الأمر وهي تعلق الخطاب بالمأمور. إذا أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. طيب مثال، عشان أنا عارف أن الطلبة بيحتاجوا إلى الأمثلة، لأن بالمثال يتضح يا مولانا المقال. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نؤمر بصلاة المغرب؟ أمرنا بصلاة المغرب. إذا صلينا صلاة المغرب وتوافرت فيها الأركان والشروط، ما الذي يترتب على صلاتها؟ أنني فعلت المأمور، وأنني لا أفعلها مرة ثانية، وأن الخطاب الذي أمرني بصلاة المغرب بمجرد فعل صلاة المغرب مشتمل على الأركان والشروط، قد انقطع تعلق الخطاب بي اللي هو الخطاب الشرعي. قال لك صلي صلاة المغرب، صلينا صلاة المغرب، خلاص خرجت عن تعلق الخطاب، فكأن الخطاب بيني وبينه رابطة، بمعنى أن الخطاب يلزمني بالفعل، فإذا فعلت انتهت هذه الرابطة. هذه الرابطة هي التي تسمى هنا عهدة الأمر، يعني ارتباط الأمر بالمكلف، وهذا هو ثمرة الامتثال، وهو أن الممتثل وأن الشخص المكلف إذا فعل المكلف به فإن الأمر ينتهي ارتباطه وتعلقه به إذا فعله على الوجه المطلوب. هذا هو، ولذلك لا يأتي به مرة ثانية. لماذا؟ لأنه فعل. بسيط، لك عبد وقلت له أيها العبد ابن لي حائطا من هنا إلى هنا، وحددت له البداية والنهاية، فبنى لك الحائط. خرج العبد عن أمرك، بمعنى أنه استوفى وفعل ما أمرته به، وانتهى أمرك له بمجرد ما فعل. ولذلك إذا عاقبته على امتثاله فهذا لا يكون يعني معقول، ده هو امتثل، فلماذا تعاقبه؟ بعاقبه على امتثاله. طب ما هو امتثل ما أمرته به، ومقتضى أنه امتثل أنك لا تأمره بذلك مرة ثانية بنفس ما فعل، لأنه قد فعل. قلت له ابن هذا الجدار، فبان الجدار، خرج من الأمر وخرج من المطلوب. أنا طلبت منه أن يفعل شيئا فقد فعله، انتهى. قلت لزوجتك اصنعي لي ليلا رز بلبن، عارفين الرز بلبن؟ فالراجل قال لمراته افعلي لي رز بلبن، عملت له رز بلبن، يجي يلومها على أنها فعلت؟ ما خلاص. طب يقول لها افعلي تاني، هتقول له ما انا عملت اللي انت طلبته، اعملي نفس الرز بلبن ده اللي انت عملتيه.
طب ما هو معمول اهو، وتقول له انت انجنيت. لماذا؟ لانه امرها بفعل شيء فاتت به. تقول لي شركه مثلا سامسونج اعملي لي نفس الجهاز ده، مش مثله، هو لا، عملته لك اول مره، فانتهى طلبك وانتهى امرك معها. يبقى دوت اسمه ثمره الامتثال. ثمره الامتثال هو انقطاع تعلق الخطاب بالمكلف. طيب اقرا بقى كده، وانا متهيألي المثال سهل وواضح جدا. عن عهدة الامر، وان عهدة الامر هي تعلق الامر بالمكلف، وصار ذلك الفعل، يعني هذا الحائط الذي بناه العبد لسيده، صار مجزئا. يعني ايه مجزئا؟ يعني كافيا في سقوط الطلب. صارت هذه الصلاة التي صليتها الآن وهي صلاة المغرب كافية في إسقاط الطلب عنك، إسقاط تعلق الطلب عنك. وسقط عنه ذلك الأمر، صار ذلك مجزئا. يسمى هذا الفعل صلاة المغرب إذا صليتها بشروطها وأركانها صارت مجزئة. وينبني على ذلك أن تعلق الأمر بك قد انقطع، لأن هذا معنى الإجزاء. يبقى وسقط عنه ذلك الأمر، ده تفسير للإجزاء، تفسير ضمني. وإلا شرع يتكلم على الدليل. ما هو دليل هذه المسألة؟ قال له حاجتين. الأول أننا لو لم نقل بأن صلاة المغرب التي صليناها الآن كافية لرفع تعلق الأمر بفاعل هذه الصلاة بأركانها وشروطها، لازم منه أمران. الأول، إما أن تأتي بنفس هذا الذي أتيت به، أو إما أن أنت تأتي بمثله. وإلا، يعني وإن لم يكن الفعل مقتضيا للإسقاط لكان الأمر، الأمر اللي هو تعلق الأمر بعد الامتثال. امتثلت يعني أتيت بالفعل كما أمرت به، مقتضيا يعني طالبا لذلك المأتي به. ولو طلب هذا المأتي به يلزم منه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. يعني ايه؟ هقول لكم، انا تصلوا على النبي، هضرب لكم مثال سهل جدا. السيد قال للعبد ابني لي حائطا، فبنى له الحائط. لو لم يكن بناء الحائط كما أراد السيد قاطعا لطلب السيد، لكان هذا يؤدي إلى أن اللي أتى به العبد مطالب أن يأتي به بذاته مرة ثانية، أن هو يبني نفس الحائط، وبنيان نفس الحائط محال لأنه مبني. لأن أصل أنت ما دام أمرت بالشيء يقدر أنه معدوم حتى تستطيع أن تأتي به، فلو كان موجودا كيف تؤمر بإيجاد الموجود؟ إيجاد الموجود ده تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل ده محال لأنه موجود أهو. طب هيقول لك حاجة، الشرع قال لك صلي نفس الصلاة، صلي صلاة المغرب وصليتها. لو لم يكن الخطاب قد انقطع عنك لكنت مأمورا بأن تأتي بنفس صلاة المغرب التي أتيت به، وأمرك بنفس صلاة المغرب التي صليتها هذا أمر يؤدي إلى تحصيل الحاصل، إيجاد الموجود. زي أخونا الساقي بعد ما ملى الكوب قلت له املى الكوب،
طب ما هو مليان، ده محال، لأن الكوب حصل فيه الشراب، فكيف تأمرني بعد ذلك بملء الكوب؟ املأ الكوب المليان، لا ده محال. يقول لك طيب هو ما أمرش بنفس صلاة المغرب، ده أمر بأن يأتي بمثلها. قال له يبقى المغرب السابقة التي صلاها قبل ذلك ليست هي كل المأمور، مع أننا قلنا بأن المغرب التي صليت قبل ذلك هي كل المأمور، وهذا يسمونه بخلاف الفرض. مش قلت لك تملالي هذا الكوب أو املالي مثل هذا الكوب، مع أنك قلت بأن هذا الكوب هو المأمور به فقط، يبقى ده خلاف الإيه؟ خلاف المأمور، خلاف الفرض. قال وإلا، يعني وإن لم نقل بأن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به مجزئا ومسقطا للطلب لكان الأمر بعد الامتثال. إيه بقى هو الامتثال يا مولانا؟ أن تفعل المأمور به على الوجه الذي أمرت به. ولذلك سموه امتثال وكأنه جاي من المثال، يعني الذي كان في الواقع مماثلا لما في الذهن أو لما أريد فعله. ده في الذهن لو كان الإنسان مخلوق، لكن لو كان الأمر إلهي هيبقى لما أريد فعله مقتضيا، لكان الأمر مقتضيا، ده إيه؟ ها؟ خبر لكان، لكان الأمر مقتضيا. مقتضيا يعني إيه؟ يعني مفيدا وطالبا لأمرين، إما لذلك المأتي، لذلك المأتي به، لأن المأتي به بدل من ذلك، لذلك المأتي به، لأنه لو ما كانش يفيد، لو لم يكن الأمر بعد الامتثال مقتضيا، لو لم يكن الأمر بعد الامتثال مقتضيا لما قلناه، وإلا أي لكان الأمر بعد الامتثال وإن لم يكن الأمر مفيدا للإسقاط لكان الأمر بعد الامتثال، بعد ما نفعل العبادة يكون الأمر مفيد وطالب لفعل نفس الشيء. طب وفعل نفس الشيء ده إيه؟ ده يؤدي إلى أن تؤمر بإيجاد الموجود، وأن تؤمر بنفس الصلاة التي أتيت بها لا بمثلها، وإنما هي بذاتها. طب إزاي أجي بيها؟ ده محال من أكثر من جهة. أولا أمر بتحصيل الحاصل، واخد بالك؟ ثانيا أمر بأن الشيء الواحد يوجد في وقتين وزمنين مختلفين، وهذا الفعل عرض، والعرض لا يقوم بإيه؟ لا يقوم بمحلين ولا يبقى زمانين. هقول نفس الفعل ده موجود في الزمن ده بذاته، ونفس هذا الفعل بذاته موجود في الزمن ده، ازاي؟ ده اللي موجود في الزمن الآخر مماثل للموجود الأول وليس هو هو. إما لذلك المأتي بذاته وبشخصه، فيلزم من ذلك أن يكون تحصيل الحاصل، فيلزم تحصيل الحاصل، يعني فيلزم من ذلك أو يترتب عليه أن هذا يكون باب من أبواب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. جهة الإحالة إيه بقى؟ اللي هيقول لا يبقى فيه جهة الإحالة، أصل عندما تؤمر بشيء يبقى الشيء ده مش موجود، لكنك إذا أمرت بالشيء فأنت حينئذ تفترض أنه معدوم وهو في الحقيقة موجود، يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن جمع ما بين النقيضين، لأن الأمر عبارة عن تحصيل لشيء لم يوجد، فإذا كان موجودان يبقى كأنك أمرته بالنفي وبالإثبات معا.
قال أو لغيره، أو كان الأمر بعد الامتثال طالبا لغيره، أي لغير ما فعل، لغير صلاة المغرب التي صليناها منذ قليل. فيلزم على ذلك أنه، أي الذي فعلناه وهم الثلاث ركعات بتوع صلاة المغرب، فيلزم أنه لم يأتي بالمأمور ما دام أمرت به مرة ثانية، يبقى الذي صليته قبل ذلك ليس هو المأمور، لا كله ولا بعضه، فيلزم أنه لم يأتي بتمام المأمور به بل أتى ببعضه. يبقى صلاة المغرب الأولانية دي جزء من المأمور، وصلاة المغرب المأمور بها التانية دي جزء من المأمور، وأصل المسألة إنك بتقول إن صلاة المغرب دي اللي صليت أولا هي كل المأمور. يبقى في تناقض ولا ما فيش تناقض؟ تقول لي لا صلاة المغرب دي كل المأمور، لا دي بعض المأمور. قال والذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هنا بقى فيها يتكلم في المسألة الجديدة عما يدخل في الأمر، يعني من يدخل في الخطاب الشرعي ومن لا يدخل في الخطاب الشرعي. قال هذه ترجمة اللي هي ايه؟ الذي يدخل في الأمر، الذي يدخل في الأمر ديت من المتن، ده عنوان، بيقول لك ترجمة يعني ايه؟ يعني عنوان يتكلم فيه على من له صلاحية أن يكون مأمورا وأن يكون منهيا، من له صلاحية أن يدخل في تعلق الأمر وأن يدخل في تعلق النهي، وما لا يدخل. وما دي إيه؟ خلي بالك، قال لك ما دي لغير العاقل، ولذلك لا يدخل في الأوامر والنواهي غير العاقل، أو من ينزل منزلة غير العاقل كالمجنون وكالساهي وكالصبي، كلها من الدقائق. قال هذه، يعني هذه الكلمات وهذه الألفاظ ترجمة، أي مترجم بها ومعبر بها ومعنون بها عن هذا البحث، ومعناها، أي المقصد من هذه الترجمة وهذا العنوان، الكلام على بيان، بيان يعني شرح وتفصيل، من تستعمل في العاقل يتناوله خطاب التكليف. من يتناوله خطاب التكليف، يعني من يتعلق خطاب التكليف به، ومن لا يتناوله، يعني ومن لا يتناوله خطاب التكليف. وكان عليه أن يقول وما لا يتناوله، حتى يكون ماشي على وتيرة المتن، ولكنه لعله يعني تساهل في هذا، لأن من تستعمل في العاقل، فأنا أرى أنه كان عليه أن يقول وما لا يتناوله خطاب التكليف، لأن ما تستعمل في غير العاقل كما هو قال هنا وما لا يدخل. فديت يعني إيه؟ تعقيبة شلتوتية، من استحسنها فليكتبها، ومن لم يستحسنها فيقعد ساكت. والقصد بذلك بيان، والقصد بذلك يعني والمقصود بهذا الكلام، فالقصد يعني مصدر استعمل استعمال المفعول، القصد يعني والمقصود بذلك بيان المكلف من غيره، يعني بيان الأشخاص الذين تعلق بهم خطاب التكليف من الأشخاص الذين لم يتعلق بهم خطاب التكليف. فالذي قلنا مرارا وتكرارا بأن الفاء هنا فاء الفصيحة. ما هي بقى فاء الفصيحة؟ قالوا التي تفصح
عن شرط مقدر. فالذي يعني فإذا أردت أن تعرف بيان من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل فأقول لك الذي يدخل كذا وكذا وكذا. فالذي يدخل يعني الذي يتعلق به الخطاب. فالذي يدخل في خطاب الله تعالى، وخلي بالك ان في هنا مجازية، لان الاشخاص الخطاب ده ايه؟ الخطاب ده مش ذات تدخل فيه، ده انت بتدخل في التعلق. تعلق الخطاب لا في الخطاب، لان كلام الله قديم وكلامه سبحانه وتعالى نفسي أزلي، لا بصوت ولا بحرف ولا بتقديم ولا بتأخير ولا 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 إلى آخره من كل النواقص. قال والذي يدخل في خطاب الله أي الذي يتناوله الخطاب والذي يتعلق به الخطاب في خطاب الله تعالى، أي خطاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا خطاب لله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى فلا ينسب الخطاب إلى ذاته، وإنما ينسب الخطاب إلى ربه سبحانه وتعالى. في خطاب الله تعالى أي ارتفع وعلى عن كل نقيصة. المؤمنون فاعل يدخله، يدخل المؤمنون يعني إيه بقى؟ يدخل المؤمنون يعني يتعلق بهم الخطاب. المؤمنون ده هنا مشكلة، لأنه حينئذ يبقى الكافر مش داخل في الخطاب. طب فين بقى وانت جيت قلت لي بقى والراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ المؤمنون، طب ده يفهم منه بقى ان غير المؤمنين ما بيخشوش في الخطاب، او ان المصلي كان يريد المفهوم حيث انه صرح بعد ذلك. يا راجل ده مفهوم يعني ايه؟ يعني لا لا، هو ده اللي انا عايز احوم عليه. ها ها يلا، يعني ان المصنف لا يريد المفهوم هنا حيث انه صرح بالنطق والكفار مخاطبون بالنطق. احسنت، قال ان المفهوم هنا غير معتبر لأنه عقد له مسألة منفصلة. فلو كان قال المؤمنون والكفار لفهم أن الكفار يدخلون بغير خلاف. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. لا أصمم يا أخوانا، أنتوا ده إمام الحرمين، وأنت فاكرين ده حد من المشايخ بتوع اليومين دول؟ طبعا غير إمامنا الإمام العلامة، لا ده هو في نفس المتقدمين والمتأخرين وفي طعم كل علماء الدنيا والدين. لكن ما اتكلمش على يعني إمام الدنيا والدين وفارس العلماء وولي الأتقياء كل حاجة كل حاجة. لا لا ده لا، فيه طعم المجتهدين الكبار صدقا. يعني لا، احنا بنتكلم بقى على ما عداه، على ما عدا بيهرتله. اي والله. لكن بص هنا بيقول لك والمؤمنون. طب والكفار؟ الكفار عقد لها بابا مستقلا ولم يضع هنا الكفار حتى لا يتوهم احد انهم داخلون في الخطاب بلا خلاف، لكنه لما فصلهم وجعل لهم بابا مستقلا نظرا الى أنه أراد أن يؤصل للخلاف في من قال بأنهم يدخلون ومن قال أنهم لا يدخلون ومن قال يدخلون في الأمر دون النهي وما وإلى آخره. يبقى إمام الحرمين بيكتب وعارف بيعمل إيه، والله ما بيلعبوا، إحنا اللي بنلعب، واخد بالك؟ ده إحنا لسه بنفكر كده، وهو ماشي كده بيفكر في الكلام ده. يا الله كتبها كده بجرة قلم، كعبه عالي. وكعبه عالي ده مجاز، مش الكعب ده اللي هو عالي. كعبه عالي يعني ايه؟ يعني هو مرتفع الشأن في العلوم، واخد بال حضرتك؟ مجاز عن ارتفاع الشأن يا مولانا. قال المؤمنون
جم بقى الشراح قال لك المؤمنون. طب والمؤمنات مش داخلين؟ يا لهوي انتوا. المؤمنون قالوا اصله هو ادرج وادخل المؤمنات في ضمن المؤمنين على باب يسمى بالتغليب. كده عندنا باب اسمه التغليب. يقول لك القمران، يقصد بهم القمر والشمس والقمر، والعمران يقصد بهم ابو بكر وايه وعمر، فده بيسموه تغليب. يبقى ادخل المؤمنات في المؤمنين تغليبا. طب واختار لي بقى المؤمنين على المؤمنات؟ قال لان الذكر اشرف من الانثى، الكتب القديمه بتقول كده. اصل انتوا مجتمع ذكوري والنبي اسقط ليه واسكت؟ ده احنا بنقول لطائف علميه، ممكن تكون المراه احسن من الرجل، خلصت يعني. ويعني لما نقول الرجل افضل من المراه، المراه خلاص زعلانه. طب ما هو الراجل ما نبت الا من امراه، امه كانت ايه يعني؟ يعني ما هو حصل من ام. طب بلاش نقول الكلام ده عشان المجتمع الذكوري ومجلس حقوق المرأة وحروق المرأة وحموم المرأة. طيب أو إنه هو يا مولانا قال لك خص المؤمنون أو علم المؤمنون أو نص على المؤمنين وعلم منهم المؤمنات بالمقايسة، يقاس المؤمنات على المؤمنين في تعلق الخطاب بهم. البالغون جمع بالغ، والبالغ إما أن يكون بالغ بالسن أو بالعلامة. بالعلامة كبلوغ المرأة أو كالحيض للمرأة إذا تمت سن إمكان الحيض، وهي عندها 10 سنين جالها الحيض، 11 جالها الحيض، يبقى الحمد لله بلغت. 12 جالها الحيض، بلغت. 9 جالها الحيض، ماشي، ما ده سن الامكان. وقالوا على سن الامكان يعني سن يمكن ان ياتي فيه الحيض، واخد بالك. جالها عندها 14، ما طب ما جالهاش وتمت 15، يبقى بلغت بالسن ولم تبلغ بالحيض. طب هو قبل او في التسعة حصل لها المني، نزول المني، بلغت بالمني. والرجل كذلك الذكر يبلغ بالمني. طب مر عليه 11 12 15 وما بلغش بالمني، يبلغ بالسن. طب والنبات العانة فأولاد الكفار، هتلاقي الإمام النووي ذكرها في المسألة ديت في باب الحجر. هات لنا فين المنهاك، هات لنا الحته دي من المنهاك، باب الحجر بيقول ان النبات العانة بالنسبه لاولاد الكفار ليس سببا من اسباب البلوغ، وفي كلام فيها طويل مش اول مره دي نذكرها، فاكرها كانت في رواق الاتراك حفظ الله الازهر الشريف منهجا. وله ابواب، ثواني سيدي، ووقت امكانه والبلوغ باستكمال 15 سنة او خروج المني. ده الامام النووي، يا سلام بارك الله فيك. قال ووقت امكانه استكمال 9 سنين اللي هو وقت إمكان نزول المني. ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلمة في الأصح، هي دي اللي أنا عايز أقول، ولكن لم تسعفني العبارة، كويس إن احنا جبناها. ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر عشان يترتب عليه بعض الأحكام الدنيوية لا المسلمة في الأصح. يبقى المسلم ليس بلوغ العانة، ليس نبات العانة
يعني مقتضيا للبلوغ. وتزيد المرأة حيضا وحبلا، إذا حاضت يبقى بالغت. طب إذا حملت بالغت، ما هو ده الحمل ده دليل على كتر. طب يا سيدي نشكرك على هذا، بارك الله فيك، حفظك الله. نصنا في الأصحاب في خلاف في المسلم. آه في خلافات لبنى الخلاف. يعني منها بات العانة قضي الحكم ببلوغ هذا الكافر. هات ال هات ال. المسلم هل يقضي ببلوغه أو لا؟ قال لا على الأصح. قال لا المسلم على الأصح. إذا لا يقتضي الحكم ببلوغه. آه. حول لنا أنت بقى دي بقى إلى منطوق. دي مسألة. دي مسألة. نعم. هل يقتضي الحكم ببلوغ؟ يعني بلوغ العانة. وتعمل قدامه كده سهمين، سهم لا يحصل به البلوغ، سهم تاني يحصل به البلوغ. المعتمد أنه لا يحصل. هذه مسألة بس واحدة يا مولانا. طب هات لنا الجزء الأولاني. آه ما هي مسألة واحدة. مسألة واحدة. يعني بس أنا عايزين نعمل مسألة واحدة. أنت. في الأصح. في الأصح. صحيح. في الأصح. مقابله قوي. آه نعم صحيح، الأصح مقابله قوي مدركه. والغزال الله، لا النسخة دي كانت مجلدين بس ديت. هات يا ابن التاني. يعني مثلا مولانا مسألة إثبات العانة، هل يقتضي الحكم ببلوغ ولد المسلم؟ مسألة كده تجي. طب احنا عايزين بقى حضرتك تعمل بقى المنهاج سؤال وجواب. هو كده نفس هو سؤال بس. جواب اللي احنا بنعمله. سؤال جواب أو الطريقة اللي احنا بنعملها دي سؤال جواب. لا رائعة. ايه الجواب هيكون؟ صحيح أهو، كتاب التفليس أهو. كتاب يا سلام، في ناس أفنت حتى للمنهاج كلهم. هو ده الشيخ زكريا الأنصاري أقرأ المنهج 56 مرة، 56 مرة. ما فيش واحد يقول لك أصل أنا حضرت القراءة الأولى فأنا مش عايز أحضر، أصل أنا بحضر منهاج البيضاوي فأنا مش عايز أحضر. فشل طالب العلم، ساعات الشيطان بيسيطر على عقله. ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر، أي أنه أمارة عليه، أي علامة على البلوغ، كما أن المني علامة على البلوغ وليس هو البلوغ، والحيض علامة على البلوغ، والحبل علامة على البلوغ. وانا زيك كده عمال اشتغل. ايوه لا المسلمه في الاصح، والثاني قاسه على الكافر. لا المسلم يبلغ بانبات العان قياسا له على الكافر. ايه الفرق ما بين ولد الكافر وولد المسلم؟ سيان، وفيه حديث عطيه القرظي قال: كنت من سبي قريظة، من أسرى قريظة قبيلة، فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل. يعني كانوا بيفتشوا، معلش كانوا بيفتشوا، قل له تعالى شيل، زي الدكتور بالظبط بتاع الايه المسالك البولية. فين العانة؟ موجودة موجودة، يلا اذبح. مش موجودة، طب يلا عدي. طب وده ايه ده؟ بيفرقون به بين البالغة وغير البالغ. فكانوا ينظرون من النظر اللي هي الرؤية البصرية، من أنبت الشعر قتل، يعني حكم عليه بالقتل. وده كأنه يعني مش معنى تشريعي، لا ده كانت سياسة شرعية في ذلك الوقت مخصوص بهذه القبيلة، لأن ده أمر للإمام. ومن لم ينبت لم يقتل. أهو الجماعة بتوع داعش ياخدوا الحديث زي ما انتوا شايفينه كده، طبقوا بعواهن. يا استنى، طيب هو ده طبقوا في قريظة. قيود بقى قريظة وحالة قريظة وشروط قريظة موجودة دلوقتي. طيب انت اهل ان انت تطبقها؟ انت مجتهد حتى تستطيع المقايسة؟ ما فيش، هو بياخد النص يجرده
ويحدث له واقع غير واقعه بقيود وشروط غير شروطه. والوهابي ده أصله إيه؟ الداعشي أصله إيه؟ وهابي. ومن لم ينبت من أنبتة لم يقتل. فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، يعني ما بلغش، فجعلوني في السبي. رواه ابن حبان، وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين، والترمذي حسن صحيح. والمعتبر شعر خشن. ايه هي بقى العانة؟ مش كل شعر كده يعني، ما هو الانسان وهو صغير تبص تلاقيه طالع له شنب صوانطوط كده اهو، مش هو الشنب الناعم ده، ده الشعر الخشن اللي هو شعر الرجال، شعر الذكور. فين يا شعر؟ والمعتبر شعر خشن في إزالته، يحتاج في إزالته إلى حلق. مش شعر بسيط كده وتقوم شايله كده يتشال، لا، ده شعر تفضل تدوس تشيله يتشال معاك الجلد، يبقى محتاج ان انت تجيب موس، تأتي بموس وتحلقه. ودفع قياس المسلم، يعني شوف الإمام المحلي ما بس... لا، الكتاب ده لازم نقراه والله. لا مش كده بالراحة عليها، بعد ما نخلص إن شاء الله الحدوتة دي كلها في الأيام بتاعتك هنقرأ، مش ما إن شاء الله، بس كتاب رائع. ودفع قياس المسلم، اللي هو قياس مين؟ قياس المسلم على الكافر، لأن المسلم ليس يعني ظهور العانة ونباتها علامة على علامة على بلوغه. ودفع قياس المسلمين، ده بيتعامل معاه في القياس، يبقى محتاجين قبل ما نقرا الكتب دي نقرا كتاب القياس، صح يا مولانا، ونعرف الاصل ونعرف الفرع ونعرف كيفيه القياس والالحاقات، واخد بالك، والفروق وهكذا. دي بقى صناعه الايه؟ صناعه الملكه، تبقى قاري وانت عارف راح فين وجاي منين. ودفع قياس المسلمين، أصوى خلي بالك حتى اقرأ النص بيقول لك ايه، بيقول لك ان هم بالنسبة للكافر يعني كان من نبت طبقوا فيه الحد، ومن لم ينبت لم يطبق فيه الحد. فهو هيلاحظ القياس من هذه الجهة، قال بأنه ربما استعجل نبات العانة بالمعالجة دفعا للحجر. يعني ايه؟ قال ما ينفعش، احنا دخلنا في الفقه ولا ايه؟ خيال قرأنا الفاتحة. قال ودفع قياس المسلم بأنه، يعني بأن المسلمة، يبقى الضمير عائد لمين؟ عائد للمسلم. ربما مكونة من رب وما، وهي للتقليل. استعجل، الألف والسين والتاء إيه؟ تأتي للطلب غالبا. طب وهي هنا للطلب، يعني طلب العجلة ولا تعجل بالفعل؟ تعجل، يبقى الألف والسين والتاء تأتي للطلب غالبا، ولكن هنا للصيرورة، يعني صار متعجلا بما فعل، زي استحجر الطين، يعني صار الطين حجارة، مش ان الطين طلب ان هو يبقى حجارة، والطين دي طلب. ربما استعجل، يعني تعجل مين؟ اللي هو المسلم، نبات العانة. قال ايه ده؟ وانا هفضل على طول كده محجور عليا؟ فراح للدكتور قال له شوف لي اي حاجة تطلع شعري. اديني اي علاج كده يطلع شعري. قال له خد المضاد ده مع البتاع دي مع الوصفة دي، اعملها كده هو يومين ثلاثة هتلاقي الشعر طلع. ربما تعجل نبات العانة بالمعالجة، المعالجة انه هو يرتكب امور زائدة على طبيعته من اجل ان يخرج
وينبت الشعر قبل أوانه. فعصرنا حديث يعني إيه؟ يعني راح يا مولانا لدكتور بيعالج الصلعة وقال له والله ازرع لي شعر. فقال له خد البتاعة دي. تاني يوم هوب بقى يا مولانا بقى عنده شعر العانة دفعا للحجر، يعني من أجل أن يدفع الحجر عن نفسه، لأن الحجر ده قيد، فهيرتكب من أجل دفعه مثل هذه المخالفات. وتشوفا للولايات، إن هو أول ما ينبت العانة خلاص ينفع بقى إن هو يتقلد الأمور التي يشترط فيها البلوغ بخلاف الكافر. يبقى هذا جعلناه، لم نجعله يعني لم نجعله في حق المسلم علامة على البلوغ، لأن المسلم ممكن إن هو يعني يسارع في حصول هذا الإنبات من أجل هذه الأغراض، وأما الكافر لا يلي لها يلي مناصب ولا حجر ولا مش حجر. فالمفسدة متحققة في المسلم إن جعلنا الإنبات أو البلوغ بالإنبات، وغير متحققة في الكافر. قال بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القاتل. شوف المقصود، يا سلام، المقصود عالي، إنه المسلم ممكن يستعجل فتحدث له بذلك رفع للقيود، والكافر مش مظنة للاستعجال لأنه لو استعجل هيتقتل. ومن أجل هذا كان هذا علامة هنا وليس علامة هنا، وده من قبيل معاملة الشيء بنقيض قصده. المسلم لما كان يعني تعجله يعني يقصد به تولي الولايات ورفع الحجر عومل بنقيض قصده، لأنه إذا تعجل النضج، إذا تعجل الشيء قبل يعني تمامي عوقب بحرماني. وأما الكافر مش مظن إن هو يعالج هذا الشعر، حتى لأنه لو عالج الشعر ده هيتقتل بخلاف المسلم. قال فإنه يفضي يعني يؤدي إلى القتل، ادي رقم واحد. طب مش هنقتله، الحاكم سيعفو عنه. وقلنا ان الامر بالقتل هنا انما هو امر سياسي، سياسة شرعية وليس تشريع، دفعا لما يقوله داعش، او ضرب الجزية، او ان انت لو استعجلت وانبت الشعر قبل اوانه النهاردة ما كنتش بتدفع جزية، بكرة هتدفع جزية، يبقى فيه غرم. والافضاء الى القتل والافضاء الى الغرم دافعان الى منع الكافر ان يستعجل الانبات. واما وجود دفع الحجر وتشوف للولايات دافعان للمسلم في ان يرتكب المعالجة. يعني شوف المقصود مختلف تماما. المعالجة هنا كأن المترتب عليها يدعو إلى المعالجة، والمعالجة في حق الكافر ما يترتب عليها يدعوه إلى ترك المعالجة. فهذا قياس مع الفارق. قال في الروضة حتة حلوة بقى ونخلص بيها. نخلص بيها إيه؟ لا لسه. قال ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة. لا لا لا، المحل والله معجز، لأنه في الحديث قال لك إيه ده؟ ده أنت هتجيبه كده هو زي الطبيب المسالك البولية، لما بيبقى عندك مشكلة واخد بال حضرتك بتروح تقول له والله أنا عندي مشكلة، فيجوز لك أن تكشف، فيجوز له أن يكشف العورة للضرورة للحاجة. والضرورة هنا المراد بها مش الضرورة الفقهية الأصولية، المراد بها الضرورة الفقهية، يعني الحاجة الشديدة، لأن ده دفع القتل عنه، ده حاجة، ده احنا لو شفناه أنبت هنقتله، ما أنبتش مش هنقتله، ودفع القتل عنه ده حاجة من الحاجات. فالكشف العورة يجوز للضرورة. دي ممكن نعملها قواعد، طلعنا بقى قواعد المنهاج. قواعد
في كل مسألة عايزين بقى كل فرع كده نشوف الأدوات التي استعملت واستخدمت في إنشائه وتكوينه. طب يلا اشتغل. يلا عيش للمنهاج إن شاء الله. خذ ما وتزيد المرأة على ما ذكر من السن. لا 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 خذ امسك يا مولانا امسك. خذ يا سيدي. احتراما. دي اسمها قبلة الاحترام. يلا نرجع تاني بقى كده عشان النهاردة كان في نفحات في القراية. البالغون العاقلون يبقى المؤمنون ويشترط فيهم أن يبلغوا وأن يكونوا من ذوي العقول. البالغون أخرج غير البالغين، والعاقلون أخرج غير العاقلين، فخرج الصبي وخرج كذلك المجنون. والعقل معلوم ومعروف. والساهي، والمراد بالساهي هنا جنس الساهي، وتدخل معه الساهية كذلك من قبيل التغليب، أو أنه تعلم الساهية بالمقايسة على الساهي. والصبي، الصبي هو الذي لم يبلغ، وكذلك الصبية نفس الكلام هنقول إن أدخل الصبية وأدرج الصبية في الصبي، أو أنه صار على يعني ما قاله ابن حزم من أن الصبي يشمل كذلك الصبية بوضع اللغة، قال هذا. والمجنون والساهي والصبي، والمجنون غير داخلين، مش غير داخلين، لا غير داخلين لأنها جمع، في الخطاب، يعني غير داخلين في تعلق الخطاب بهم، يعني لا يتعلق الخطاب لا بالساهي ولا بالصبي ولا بالمجنون. أي خطاب؟ خطاب التكليف، خطاب التكليف لا يتعلق بهؤلاء. قال لماذا؟ لانتفاء التكليف عنهم، يعني لم يتعلق بهم الخطاب لأنهم غير مكلفين. طب غير مكلفين ليه؟ قالوا لأن التكليف له شروطه، حتى يتوجه الخطاب إلى الشخص يشترط أن يكون هذا الشخص فاهم للخطاب ومهيأ لمعرفة ما يترتب عليه هذا الخطاب، والمجنون لا يفهم، والساهي لا يسمع ولا يفهم. كان واحد كده ساهي وانت عمال بتناديه وهو مش سامعك، سرحان مع نفسه، ده ايه ده؟ وده يكلف؟ ده غير فاهم، غير سامع للخطاب. ومن لم يسمع الخطاب لا يفهم الخطاب، ولذلك الساهي غير مكلف. لماذا؟ لأنه لا يفهم الخطاب. إذ شرط التكليف، يعني شرط تعلق خطاب التكليف بالأشخاص، فهم الخطاب. الخطاب يعني الكلام الموجه إلى الغير للإفهام، زي بالضبط كده بسيط، أنت اشتريت عبد والعبد ده عربي، وانت مثلا يعني مثلا للتقريب وانت ملاوي وهو ما عرفش غير العربية، وانت بتأمره بالملاوي، ده مش فاهم حاجة، يبقى غير مكلف، لان انت بتتكلم بلغة هو لا يفهمها. لان المراد من الخطاب والمراد من التكليف الامتثال، ومن لا يفهم لا يمتثل، فيكون خطابك مع من لا يفهم الخطاب عبس. لانتفاء التكليف عنهم.
الانتفاء إذ شرط التكليفي فهم الخطاب، والساهي والمجنون غير فاهمين له. أما المجنون فلعدم عقله، وأما الساهي فلعدم انتباهه والتفاته لما يوجه له، كمن يتحدث بلغة مع من لا يفهم هذه اللغة. والصبي وإن فهم، طب ما الصبي فاهم، قال والصبي وإن فهم الخطاب لكنه يشارك المجنون والساهي في رفع القلم. قال الصبي فهم الخطاب لكن الشرع جاء ورفع عنه القلم. يبقى العلة في زوال التكليف عن الساهي وعن المجنون علة عقلية، وعن الصبي دليل شرعي. قال وإن فهم الخطاب فهو مشارك، يعني فهو يشارك الساهي والمجنون في رفع القلم عنه من جهة الشرع. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، يعني قلم التكليف يعني إلى بلوغه، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. خلي بالك بقى من اللي جاي، وعن النائم حتى يستيقظ. وفي معنى النائم المذكور في الحديث، اكتبها كده، وتحت يقول لك في نسخة يقول لك وفي معناه النائم الساهي. طب ما هو ازاي يعني في معنى النائم النائم؟ دي نسخة، لكن اللي موجود بقى في النسخة المعتمدة تحت في صد يقول لك وفي معنى النائم المذكور في الحديث الساهي. يبقى الحديث نص على ايه؟ نص على الفكرة العامة، النائم وكل من وافقه وشاركه في المعنى وهو عدم الفهم. ها النسخة بقى عندك ايه؟ غير يا ولدي، فين وفي معنى؟ الصفحة اللي بعده. بارك الله فيه. الثاني قال لك ايه؟ احسنه. وفي معنى النائم الساهي، يبقى الساهي ده ايه؟ مبتدا مؤخر. وفي معنى النائم خبر متقدم او متعلق بالخبر المتقدم، والساهي كائن في معنى النائم اللي مذكور في الحديث. ويؤمر، يعني هنا أو هنا أجاب عما عساه يرد على أصل المسألة. يعني هو هنا بعد ما قال الكلام ده قال خلي بالك إني النائم غير مكلف، الساهي غير مكلف، الصبي غير مكلف، المجنون غير مكلف. فواحد قال له طيب لو غير مكلف لماذا يؤمر بعد السهو بجبر خلل السهو؟ ما دام أمر بجبر خلل السهو يبقى هو حال سهوه مكلف، لأنه مأمور بجبر الخلل. قالوا لا، ده هو لما أمر بجبر خلل السهو ده ما كانش الحال السهو مكلف، ده لما زال عنه السهو توجه له التكليف، والتكليف وجد بأمر جديد لا بالأمر الأول. ويؤمر ذلك الساهي والنائم، من النائم بقى ده الساهي،
مش النائم، هو اللي حصل له ان هو قام من التشهد الاوسط وما سهوا وما قعدش، ما قعدش في التشهد الاوسط، يبقى سهى عنه، لكن حال سهوه لم يكن مكلفا بان يجلس. يعني هو بعد ما سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية من صلاة العشاء قام، وهو يعني غير متذكر مطلقا لجلسة التشهد ولا للتشهد، وانتصب هكذا فتذكر. فهل في حال قيامه كان مأمورا بالتشهد؟ لا. طب لماذا بعد ذلك يؤمر بأن يسجد سجدتين السهو؟ قال ده أمر بسجدتين السهو بأمر جديد، ولأنه حتى وإن كان يعني ساهيا ولم يكن مكلفا، إلا أن الصلاة قد وقع فيها نوع خلل، والصلاة التي وقع فيها نوع خلل ينبغي أن تجبر. قال وأمر بعد ذهاب السهو عنه، لا قبله، أو لا قبل السهو، ليبقى هو مأمور إمتى؟ بعد ذهاب السهو، مش في حال السهو، لا قبله، بخطاب جديد. يعني يؤمر بخطاب جديد لا بالخطاب الأول. حال تكليفه انتبه، يؤمر حال تكليفه اللي هو بعد ايه؟ بعد ذهاب السهو، بجبر خلل السهو، يعني بجبر الخلل الذي تسبب فيه السهو. فهذا من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، يبقى السهو سبب في الخلل، والخلل مسبب عن السهو، فصار الخلل مسببا والسهو سبب، فهو من إضافة المسبب إلى سببه، كقضاء ما فاته من الصلاة. من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى في حال نسيانه وفي حال نومه أيكون مطالب بأن يصلي؟ لا، ولا في حال نسيانه ما لا يكون مطالبا بالصلاة، وإنما يطالب بالصلاة بعد رفع النسيان ورفع النوم ورفع السهو عنه. وكذلك يؤمر بقضاء ما أتلفه، لا، كقضاء ما فاته من الصلاة وكضمان ما أتلفه، يعني يؤمر بضمان، ويؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر، ويؤمر بعد ذهاب السهو عنه كذلك بغرم ضمان ما أتلفه. يعني عمل كده ومش شايف، فأديه يعني اصطدمت بالتليفون بتاع أخوه، وقع التليفون انكسر، هو مش آثم. ليه؟ لأنه لم يقصد هذا، ده فعل خطأ لم يكن قاصدا له، ولكنه يجب عليه أن يعني يعطيه غرم ما أتلفه. قال وضمان ما أتلفه من المال، يعني وكذلك يجب عليه أو يكلف بجبر ما أو بجبر لا مش بجبر، بقى هتبقى معطوفة على بجبر، هتبقى تكليفه بضماني، يبقى بجبر وبضماني ما أتلفه، والضمان هنا المراد به الغرم. يعني عايز تقول حاجة؟ يا راجل لا لا لا، انت مستحيل، انت رجل المستحيل، اقراها لي كده بقى لو هي معطوفه على كقضائي.
شيل كده كقضاء ما فاته من الصلاة وإرالي الجملة كده، أنت تبقى مستحيل. يبقى وأمره بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو كقضاء وكضمان. صح كده تنفع. طب إيه رأيك لو قلنا ويؤمر بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بضمان ما أتلفه من المال؟ إيه رأيك؟ طب ما اقول لك بعد ذهاب السهو ينفع الاثنين، ولكن اللي انت قلته احسن. ليه؟ لانه هو هيبقى ضمانه للاموال حصل بسبب خلل السهو. طب يا سيدي يبقى كضماني، حطه كده الكاف. طيب ماشي، انا اللي مستحيل يا سيدي، وأنا جائز، وأنا ممكن بس مش واجب. وممكن أكون واجب بس مش واجب لذاتي، واجب لتعلق علم الله بوجودي الآن. فواجبي ليس واجبا ذاتيا، وإنما واجب لأن الله يعني علم أنني سأوجد الآن، أنني موجود الآن، وأراد وجودي الآن. فالواجب هنا لتعلق إرادة الله، فأنا مش واجب لذاتي. الله، شرعا يعني، بارك الله فيك. وضمان ما أتلفه من المال، وقد علم أن الخطاب اللي هو خطاب التكليف لا يتعلق بفعل الصبي والمجنون. طيب كيف لا يتعلق بفعل الصبي والمجنون ويجب إخراج الزكاة من مالهما؟ قال لا، ده مش هم اللي هيخرجوا من مالهم، ده الوالي هو الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة من مال الصبي ومال المجنون. قال ووليهما مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه، أي من الواجب كالزكاة وضمان المتلف. يعني الصبي تسبب في إتلاف شيء، وجب على الولي أن يخرج من مال الصبي ما أتلفه الصبي. الصبي نفسه مش مكلف، ده المكلف الولي. كما يخاطب أي كخطاب صاحب البهيمة. أنت عندك دابة، والدابة ديت أنت أهملت في ربطها فذهبت وأتلفت مال الغير، وجب عليك أن تضمن ما أتلفته بضمان ما أتلفته الدابة. حيث فراطة، حيثية ايه دي بقى؟ جدع، قطع الله عليك. يبقى حيث فراطة دي حيثية يا مشايخ؟ تعليل. يبقى الحيثية بتأتي للتعليل والإطلاق والتقييد. حيث حيث فراطة يعني بسبب تفريطي في حفظها وصيانتها وحجزها عن إتلاف مال الغير لتنزل، أي بسبب أن فعل الدابة قائم مقام فعله هو، لأن أنت اللي مسيطر عليها، أنت اللي قائدها. إن هربت منك يبقى أنت اللي مقصر. لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعل صاحبها، فعله أي فعل صاحبها. وهنا توجه مشكلة، قالوا دلوقتي الثواب وصحة عبادة الصبي، قالوا عبادة الصبي صحيحة، ويترتب على صحة عبادة الصبي أنه يثاب عليها. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الصبي فعله يتصف بالصحة، يبقى تعلق به خطاب التكليف وصحة عبادة الصبي. ده صحيحة، صحيحة، والصحة دي فرع إيه؟ تعلق الخطاب. قال وصحة عبادة الصبي كصلاته، مثل صحة صلاته وصومه المثاب عليها، لا عليهما. بس لازم تشيل رقم 6، لازم تشيل ما بين القوسين. لو قلت عليها أي العبادة، لو قلت عليهما ينبغي عليك أن تحذف ما بين القوسين،
عندك ايه يا ابني؟ حذفهم ولا سابهم؟ وريني فين هي. غلط، ما ينفعش، اصل دي من نسخه ودي من نسخه، اقراها كده، ما ينفعش دي من نسخه ودي من نسخه. كان مفروض يقول عليهما ليس لانه مامور، او يقول عليها، واخد بال حضرتك، لان هي صاد وصاد، هو لفق النسخ فحصل لفق بين نسخ المخطوط بغير وعي، فحصل هذا الصدام بين المخطوطات. وده لوحده فقه، فقه التعامل مع المخطوطات ووضع النسخ التي يتسق ويلتئم عليها السياق. يبقى كان مفروض يقول اي، ما كانش يقول بقى عليهما اي العباده. يبقى ما دام هيثبت عليهما يرفع اي العباده، لو هيضع اي العباده يثبت نسخه عليها، حتى يتسق العباره، يتسق المعنى. ولذلك خذ هذه الفائده في تحقيق المخطوطات على طريقه اختيار النص والتلفيق بين النسخ. ينبغي ان تلفق بين النسخ بشرط الا يحدث في النص المختار صدام بين العبارات كما نرى هنا، لانه قال وصومه المثاب عليهما اي العباده. عليهما اي العباده يا راجل، بتفسر المثنى بالمفرد؟ هذا لعمري في التحقيق فظيع. يعني ده غلط، كان مفروض يقول عليها اي العباده، او عليهما ليس، وتقوم شايل على طول اي العباده. وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها أي العبادة ليس لأنه مأمور بها. يعني ليس الصحة والثواب مبنيان على أنه مكلف، وإنما هما مبنيان على أمر تربوي إرشادي أخلاقي، هو أن الشارع أراد أن يربي الصغير على العبادة حتى يألفها ويتعودها فلا يتركها إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ليس لأنه مأمور بها ليست الصحة والثواب، أو ليست الصحة، لأنه بيتكلم في الصحة، وصحة العبادة ليس لأنه، يعني ليست صحة العبادة لأنه، أي لأن الصبي مأمور بها أي مكلف بالعبادة كما في البالغ. يبقى الصحة هنا ليست هي الصحة التي في المكلف، بل هي أمر يعني إرشادي أخلاقي تربوي، بل ليعتادها، بل كانت صحيحة أو جعلت كالصحيحة، مش صحيحة وإنما هي كالصحيحة، من أجل أن يتعودها، فيترتب على ذلك أنه لا يتركها بعد بلوغه يألفها. طيب،